هذه هي الخمسة أعلى مجالات من حيث الرواتب في نيجيريا. في المرتبة الأولى عندنا الرعاية الصحية اللي هو أي شيء متعلق بالصحة والمستشفيات إلى آخره، ومعروف إنه هذا المجال worldwide عالميا يعتبر من المجالات اللي تكون فيها الرواتب جيدة، وكمان كذا الحال في نيجيريا تعتبر رقم واحد، بس مو أكيد كل الرواتب، في رواتب أعلى عن رواتب. فحأقول لكم أعلى ثلاثة رواتب في مجال الرعاية الصحية. أول راتب اللي هو راتب جراح زراعة القلب، متوسط الراتب حق جراح زراعة القلب هو 1,510,000 ليرة، هذا المتوسط. يعني في جراحين رواتبهم أعلى من كذا، وفي جراحين رواتبهم أقل من كذا، لكن هذا المتوسط. في المرتبة الثانية عندنا جراح العظام واللي متوسط رواتبهم 1,410,000 ليرة، وفي المرتبة الثالثة عندنا الطبيب العام اللي متوسط الراتب هو 796 ليرة شهريا. طبعا كل هذه الرواتب شهرية، ومهم اني اقول لكم انه هذا الرواتب قبل تغيير الحد الادنى للرواتب. الحد الادنى للرواتب كان 30,000 ليرة، ودحين صار 70,000 ليرة الشهر اللي فات. ففي المعلومات اللي في هذا الفيديو مستند على بحث صار قبل ما يترفع الحد الادنى للرواتب، ففي الشهور القادمة نتوقع انه الرواتب حتكون اعلى من كذا. المجال اللي عندنا في المرتبة الثانية هو مجال القانون، محامين وقضاء الى اخره. اعلى راتب في مجال القانون هو راتب قاضي المحكمة العليا واللي هو 1,010,000 ليرة شهريا، وثاني راتب اللي هو راتب محامي النيابة العامة واللي هو 157,000 ليرة شهريا، وثالث اعلى راتب هو راتب المستشار العام واللي يبلغ 806,000 ليرة شهريا. بالنسبة للمجال اللي في المرتبة الثالثة اللي هو مجال التمويل أو الفاينانس، ترى الناس اللي شغالين في إدارة الأموال والمحاسبة إلى آخره، أعلى راتب فيها اللي هو مدير بنك واللي متوسط رواتبهم تكون 806,000 ليرة شهريا. المرتبة الثانية عندنا مدير مالية واللي متوسط الرواتب بتكون 706,000 ليرة، وأخيرا مدير محاسبة واللي متوسط الراتب بيكون 665,000 ليرة شهريا. المجال الرابع اللي هو مجال المشاريع والتسويق، يعني اللي شغالين في التسويق والماركتين والبزنسز، أعلى راتب فيه هو السي اي او أو الرئيس التنفيذي اللي متوسط الرواتب هي 756,000 ليرة. المرتبة الثانية عندنا مدير مبيعات الإعلانات واللي متوسط الرواتب هي 580,000 ليرة، وفي المرتبة الثالثة عندنا رئيس العلاقات العامة واللي متوسط الرواتب 567,000 ليرة. المجال الأخير اللي عندنا رقم خمسة واللي هو مجال الطيران. في المرتبة الأولى عندنا مدير الطيران واللي راتبه يبلغ 706,000 ليرة شهريا، وفي المرتبة الثانية عندنا مدير خدمات المطار اللي راتبه يبلغ 696,000 ليرة، وفي المرتبة الثالثة عندنا الطيارين اللي متوسط رواتبهم بتكون 504,000 ليرة، وفي أعلى أكيد وفي أقل. اكتبوا لي في التعليقات لو كنتوا حتختاروا وظيفة من هذه الوظائف ايش حتختاروا. انا شخصيا حاختار CEO، حاكون مدير رئيسة تنفيذية لشركة ما، بفضل انها تكون شركة فاشن اند ديزاين وعبايات زي كذا. maybe in the future why not، بما اني عندي براند عبايات وحتى العباية اللي لابستها من براندي.